من أول أول سورة نزلت لكن عندي أنا أن أول سورة نزلت هي الفاتحة وأن العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هي التي بعد الفاتحة وطبعا مذكور بعضهم ذكرنا الفاتحة هي نزلت قبل ولكن هنا المشهور في القصة الروائية أنها نزلت في غار جبل النور غار حراء في جبل النور وأن ما تعرفون القصة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وفيه أمر بعدم طاعة في آخرها واضح كأنها متأخرة في آخرها عندما يقول كلا لم ينتهي النسفعا بالناصية أو أرأيت من كذب وتولى كأنها نزلت بعد حوار وجد مكذبين لكن الفاتحة هذه أول سورة نزلت عند الترجيح عندي لأن الصور العلق نزلت دفعة واحدة على الواضح لأنها قصيرة الصور الطويلة مع أن هناك بعض الأخوة يقول الصور الطويلة أو القصيرة كلها تنزل مرة واحدة لكن نقول على الأقل الصور القصيرة تنزل دفعة واحدة وصورة العلق بعد الفاتحة بل ربما قد تكون بعد صور أخرى كالعلق كالأعلى